بنصبح على حضراتكم من جديد. خلينا نبتدي على طول بأول أخبارنا. وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي عقد اجتماع بالأمس تابع فيه المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة على مستوى جمهورية مصر العربية، ووجه سيادته بالتوسع في المراكز المعتمدة لتشخيص الأورام في مصر وفق المعايير الدولية، وكمان وجه سيادته بدعم إنشاء مركز التميز الخاص بصحة المرأة وتشخيص وعلاج الأورام في مستشفى دار السلام هرمل، وتوفير المصادر المالية لاستكمال منشآته وتجهيزه بالكامل من قبل صندوق تحيا مصر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع شهد متابعة المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة على مستوى الجمهورية، حيث أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن المبادرة ساهمت في تطوير منظومة التشخيص والعلاج من الأورام خاصة سرطان الثدي من خلال استخدام الأدوية الحديثة التي أثبتت الأبحاث العلمية قدرتها على العلاج وخفض معدلات الوفاة لا سيما في الحالات المبكرة، بالإضافة إلى تحسين البنية الأساسية من أجهزة أشعة تشخيصية ومعامل تحاليل، إلى جانب ميكنة مراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع حالات أورام الثدي في مصر، فضلا عن التدريب المستمر لجميع الكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال. وقد أوضح الدكتور حمدي عبد العظيم أن المبادرة نجحت في تحقيق أهدافها الأساسية بشكل كبير على مدار العامين الماضيين، حيث تم الكشف على حوالي 17 مليون سيدة في مراكز الرعاية الأولية وعمل المسح الإكلينيكي لهن للتشخيص الأولي للأورام، وذلك في إطار أكبر مشروع قومي من نوعه للتشخيص المبكر لسرطان الثدي في الدول النامية على مستوى العالم، مما ساهم في خفض نسبة الحالات المرضية في مصر التي يتم تشخيصها في المراحل المتأخرة للمرض من 60% إلى 30%، ومن ثم تعظيم خدمة الكشف المبكر والتي ساعدت على تحسين نتائج العلاج، أخذا في الاعتبار أن معدلات الشفاء ترتبط ارتباطا وثيقا بالمرحلة التي يتم فيها تشخيص المرض. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك عرض مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام هرمل لتصبح مركزا متطورا لتشخيص وعلاج أورام الثدي، بالإضافة إلى تدريب جميع مقدمي الخدمة الصحية من الكوادر الطبية وتمريض وفنيين على أحدث طرق وأجهزة العلاج والتشخيص. وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في المراكز المعتمدة لتشخيص الأورام في مصر وفق المعايير الدولية بالأخذ في الاعتبار التوزيع السكاني على مستوى الجمهورية، كما وجه سيادته بدعم إنشاء مركز التميز الخاص بصحة المرأة وتشخيص وعلاج الأورام في مستشفى دار السلام هرمل، وتوفير المصادر المالية لاستكمال منشآته وتجهيزه بالكامل من قبل صندوق تحيا مصر، بحيث يكون هذا المركز بمثابة المرجعية لكافة المراكز والوحدات التشخيصية والعلاجية الأخرى في مصر، وليمثل منارة طبية لهذا التخصص المهم على مستوى الدولة. كمان امبارح سيادة الرئيس استقبل الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، وده بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. خلال اللقاء تم التباحث حول تعزيز التعاون المشترك في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات، وكمان رحب سيادة الرئيس بزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السيد خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذي لإمارة أبوظبي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء تناول التباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات في الشق الاستثماري وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات، وقد طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مرحبا سيادته بزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، وذلك ترسيخا للعلاقات
الأخوية المتينة بين البلدين وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات، مع الإعراب عن تطلع مصر لدعمها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين واستشراف آفاق إضافية للتعاون في كافة المجالات، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها البلدان بميزات تفضيلية، وذلك ترسيخا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين. من جانبه نقل الدكتور سلطان الجابر إلى السيد الرئيس تحيات أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد، مشيدا بالمناخ الاستثماري والتجاري الجاذب في مصر في ضوء العملية التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة السيد الرئيس، وهو ما يوفر فرصا متنوعة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ككل، ومؤكدا في هذا الإطار حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة. كمان امبارح تلقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس نايكوس أنستسيادس رئيس قبرص، وتم بحث تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة اللي بتجمع البلدين في مختلف المجالات. وأكد سيادة الرئيس تطلع مصر للارتقاء بمختلف جوانب التعاون على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي وكمان في مجال الطاقة. القوات الجوية المصرية والأمريكية نفذوا تدريب جوي مشترك بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية المصرية. التدريب ده بيأتي في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية. في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت القوات الجوية المصرية والأمريكية تدريباً جوياً مشتركاً بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية المصرية. وتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الطلعات التدريبية على مهام العمليات. تخللها التدريب على التزود بالوقود في الجو نهاراً وليلاً. أظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلو القوات الجوية من مستوى احترافي عالي يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. يأتي التدريب في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية. قوات الدفاع الشعبي والعسكري نفذت عدد من الأنشطة والفعاليات خلال شهر يونيو اللي فات، من بينها مشروع التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظتي جنوب سيناء وكفر الشيخ، وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والمشاركة في رفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية. امبارح كان في مجموعه كبيره جدا من الاحداث المهمه اللي حصلت، زي الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعه الموقف التنفيذي لمشروع التامين الصحي الشامل، وكمان متابعه الاجراءات الخاصه بالنهوض بقطاع الصناعه وكمان مشروع النقل الذكي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل. وقال دكتور مدبولي إن الاجتماعات الدورية الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل هدفها العمل على تذليل أي عقبات وسرعة توفير الخدمة الصحية المتميزة للمواطنين.
امبارح برضو الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع مع وفد دولة الإمارات واللي ضم الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتم استعراض نتائج المباحثات الخاصة بمشروعات التعاون المقرر تنفيذها سواء في إطار ثنائي بين مصر والإمارات أو في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي للإجراءات الخاصة بالنهوض بقطاع الصناعة وجهود تشغيل المجمعات الصناعية، وقال رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة على متابعة موقف تنفيذ 13 مجمع صناعي بالمحافظات المختلفة والنهوض بقطاع الصناعة. وبخصوص مشروع النقل الذكي، عقد رئيس الوزراء اجتماع امبارح أكد فيه مواصلة العمل على تنفيذ مشروع منظومة النقل الذكي على المحاور والطرق السريعة واللي بتتواكب مع النهضة الشاملة اللي بيشهدها هذا القطاع الحيوي، وقال إن في توجيهات رئاسية بتنفيذ المنظومة طبقاً لأعلى المعايير بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية. منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية طرحت عبوات غذائية بالمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بأسعار مخفضة توصل ل 50%، وده في إطار دعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين وفقاً لتعليمات سيادة الرئيس. تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، قامت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في إطار مبادرة كلنا واحد وبمناسبة عيد الأضحى المبارك بإعداد وتجهيز عبوات غذائية بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 50% لطرحها عبر 1026 منفذاً ثابتاً ومتحرك على مستوى الجمهورية المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. أسطول كبير من السيارات محملة بكافة أنواع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تتحرك في جميع الاتجاهات وتجوب الميادين والشوارع الرئيسية، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. إقبال كبير من المواطنين على المنافذ المتحركة والتي توفر المنتجات الغذائية بتخفيضات كبيرة وجودة عالية يشهد لها المواطنين. أخذت كرتونة ما شاء الله لقيت فيها الرز والمكرونة والزيت، صراحة منتجات جميلة وكرتونة كبيرة برضو. أنا بشكر الرئيس والله إنه حاسس بينا قبل دخلة العيد. فترة محترمة، السلع اللي موجودة كويسة وأسعارها أرخص من السوق العادي. بشكر السيد الرئيس على المبادرة، ويا ريت تفضل دايما موجودة الكرتونة ديت، حلوة جدا 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 بصراحة. كما تشهد منافذ أمان الثابتة المنتشرة على مستوى الجمهورية رواجا كبيرا وإقبالا كثيفا من المواطنين لشراء احتياجاتهم ومتطلباتهم. المبادرة اللي أمان عاملاها بتاعت سيادة الرئيس اللي هي كلنا واحد ديت، دي بتساعد اللي هم محدودي الدخل ومتوسطي الدخل واللي فوق متوسطي الدخل كمان، فدي انا شايف ان هي خطوه كويسه يعني. في زيت، مكرونه، سكر، والاسعار بسيطه برضو الحمد لله، مش الاسعار زي بره، فبرضو دي حاجه كويسه جدا بتخلينا ان احنا نيجي هنا. فبعد بجيب كل طلباتي من هنا طبعا، لانه ارخص من محلات كتير من بره وكده. هذا وتستمر المرحله الثانيه والعشرين من مبادره كلنا واحد في توفير المنتجات والسلع الغذائيه باسعار مخفضه في كافه افرع السلاسل التجاريه والشوادر باجمالي 1002 منفذا لكبرى السلاسل التجاريه بجميع انحاء الجمهوريه المعلنه على الموقع الرسمي لوزاره الداخلية حتى نهاية عيد الأضحى المبارك. بصراحة شيء مفرح وشيء يجيب السعادة لكل إنسان، يعني إن أنت بتخش بتاخد الحاجة بسعر أقل من ما بتلاقيها بره في المحلات التانية. بشكر الرئيس وبقول له كتر خيرك وربنا يخليك لينا إن حضرتك نزلت لنا المبادرة ديت، ودايما أتمنى إن هي تكون موجودة على طول. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد. عطاء متجدد من مبادرة كلنا واحد
وفاعلية كبيرة لمنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في تقديم كافة السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة وبخاصة في المناسبات المختلفة حتى نهاية العام الحالي، تعزيزاً لروح المؤازرة والمشاركة بين الشرطة والمجتمع. أما بالنسبة لجولة المحافظات ففي مجموعة من الأحداث المهمة حصلت امبارح في المحافظات، واللي منها تدشين المنظومة الجديدة لميكنة التطعيمات في أسوان وتوصيل غاز طبيعي لأكثر من 52 ألف مشترك في مطروح، وأخبار تانية مهمة من الشرقية والمنوفية. محافظات مصر شهدت أخبار وأحداث كتيرة امبارح، البداية من الشرقية اللي أكد فيها الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة إن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين قامت بفحص 13982 طفل بأقسام الحضانات بمستشفيات المحافظة، وده من بداية إطلاق المبادرة في أغسطس 2021 ولحد دلوقتي. فأسوان قامت مديرية الطب الوقائي بمديرية الصحة بتدشين النظام الجديد لميكنة التطعيمات الروتينية، وده في إطار خطة التحول الرقمي للخدمات داخل جميع المراكز الطبية والوحدات ومكاتب الصحة. المنظومة دي بتعمل على رفع كفاءة الخدمة الصحية الوقائية والتعرف على نسب التغطية الحقيقية للتطعيمات الدورية، وكمان توفير البيانات اللازمة للملف الطبي للمواليد. في مطروح تم توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 52 ألف مشترك بمدينة مرسى مطروح، وفي خطة للتوسع في توصيل الخدمة، علشان كده بيتم دلوقتي الحصر والترقيم للمنطقة بحري عالم الروم استعداداً لتوصيل خدمة الغاز بها بعد الانتهاء من تشغيل شبكة الصرف الصحي. امبارح أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا إن مجلس الجامعة وافق على منح 20 طالب وطالبة درجة الدكتوراه و52 طالب وطالبة درجة الماجستير بعدد من الكليات، منها العلوم والحاسبات والمعلومات ومعهد الكبد القومي والطب والأداب والحقوق والهندسة والتربية والتجارة والتمريض والزراعة. وكمان تمت الموافقة على مد مدة الدراسة لبعض الطلاب المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه. في محافظة القاهرة تم ختام فعاليات مهرجان الفواخير الثاني اللي أقيم في الفترة من 3 ولحد 5 يوليو تحت عنوان جواهرجية الطين بمدينة الفواخير بحي مصر القديمة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قال إن المهرجان ده هدفه تطوير قرية صناعة الفخار بالفسطاط وإحياء إحدى أقدم الحرف التراثية في مصر.